مساء الخير والسعاده والجمال عليكم مشاهدينا ومشاهدي قناه المحور في كل مكان، واهلا بكم معنا ولسه مكملين معاكم حلقتنا من حياه سعيده. في البدايه حابه اشكر الدكتور محمد عجيزه استشاري التخدير ودكتوره رانيا حمدي على المعلومات المهمه جدا وتصحيح المفاهيم الخاطئه اللي كانت عند بعض الناس بخصوص التخدير النصفي. في ناس كتير جدا عندها هوس الموضوع ده وعندهم قلق ان وعندهم معلومات خاطئه، فبجد النهارده هم ادولنا حلقه دسمه ومعلومات مهمه قوي 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 قوي، اتمنى ان انتم تكونوا استفدتوا منها. بما ان احنا لسه بنتكلم عن تصحيح المفاهيم الخاطئه وبندي المعلومه الصحيحه عن الحاجه اللي ممكن تكون شاغله الناس اليومين دول، في شاغل الناس وشاغل العالم كله فيروس كورونا، ربنا يحمينا جميعا منه ومن اي مرض. بخصوص فيروس كورونا، ايه هو؟ ايه اعراضه؟ ازاي احمي نفسي منه واحمي اولادي منه؟ كل المعلومات دي واكتر هنعرفها من دكتور احمد سعيد كشك، اخصائي الاطفال وحديثي الولاده، اللي هو منورنا النهارده علشان يجاوبني على كل حاجه. ازيك يا دكتور؟ الحمد لله. ازيك يا استاذه حنان؟ منورنا، ربنا يخليك. شكرا على الدعوه الجميله دي. انت حضرتك مشرفنا، ربنا يخليك. بدايه كده عايزين نعرف الناس ايه هو فيروس كورونا. فيروس كورونا ده هو عباره عن فيروس بيصيب الجهاز التنفسي. تمام. زي بقيه الفيروسات بتاع الانفلونزا بالظبط. له قصه طويله جدا مع الدكاتره، يعني هو فيروس الدكاتره بين الدكاتره كده بيبقى عباره عن حاجه اسمها ار ان اي فيروس. يعني بي 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 بيفصل تبع الدكاتره على حسب الحمض النووي اللي جواه، لان الفيروس مش خليه ما فيهوش نواه، لكن بيقسم على حسب الحمض النووي اللي هو الار ان اي فيروس ده. يعني نقدر نقول ان هو بيتشكل بيغير تشكيله؟ بالظبط. اه. الار ان اي ده اللي هو الحمض النووي بتاع الفيروس هو اللي بيتشكل. فيروس كورونا ده أول ما ظهر خالص ظهر في الثلاثينات بتاع القرن الماضي. لأنه الفيروس ده عبارة عن سلالة ظهرت في الثلاثينات في الطيور، وبعدين انتقلت للثدييات والحيوانات. الحيوانات والثدييات بعد كده، وفي الستينات تم عزله لأول مرة في الإنسان. وفي 2003 كان مسؤول عن السارس اللي تسبب في موت حوالي 800 شخص. ده معنى كده ان هو كل فترة بيتحور وبياخد بالزبط. شكل جديد. هي سلالة واحدة متحورة بقالها قرن دلوقتي بتتحور. على حسب الار ان اي اللي موجود جواه، اللي هو الحمض النووي الموجود جواه. حاليا بقى ظهر في الصين من حوالي شهرين، تحديدا في مدينه ووهان، بقت مشهوره جدا دلوقتي. ده كل الناس اللي ما راحوش الصين بقوا عارفين ايه هي ووهان. عارفين بالظبط كده. ظهرت على يعني بتنتقل عن طريق الحيوانات البريه، خصوصا لان الصين بتاكل كل ما يدب على الارض. احنا فعلا اتفاجئنا باكلات غريبه جدا. بالظبط. بالظبط. وخصوصا هناك بياكلوا الخفافيش والافاعي، وده بيبقى لان الفيروسات اللي جوه الحاجات دي تبقى مش مدروسه، مش معروفه قوي زي بقيه الفيروسات اللي كلنا عارفينها متعارفه. بالظبط. فانتقلت عن طريق الحيوانات دي ووصلت للانسان باعراض شبيهه بدرجه كبيره جدا للانفلونزا. ايوه، دي النقطه بقى الثانيه اللي انا عايز اسال حضرتك فيها، اعراض الفيروس ده ايه؟ الاعراض بتاعته بتبدا اول حاجه، هو بياخد حضانه 14 يوم. 14 يوم فترة الحضانة معناها ان الشخص عنده المرض، مصاب بالمرض، ولكن لا تظهر عليه اعراض. يعني المرض موجود ومعلوش اعراض. بعد ال 14 يوم بتبدا تظهر الاعراض. عشان كده لما جابوا المصريين اللي جايين من الصين حطوهم في حجر صحي 14 يوم، 14 يوم بالذات عشان المرض ده له فترة حضانة 14 يوم. يعني ممكن يكون الشخص ده مصاب ومش ظاهر عليه المرض. فعشان كده حطناهم في مستشفى بحجر صحي مميز علشان خاطر نعرف بعد ال 14 يوم هيظهر عليهم اعراض ولا لا. يعني احنا ممكن نقول ان الفيروس بيكون موجود في الجسم بس ما بيبتديش يظهر الاعراض، يعني لحد ما يتمكن بقى. لو بالظبط. يعني وانس حصل اصابه للشخص، الفيروس بيبقى موجود جواه 14 يوم، بعدها بتظهر الاعراض. الاعراض بتظهر بارتفاع شديد في درجه الحراره، اول حاجه ارتفاع في درجه الحراره. عشان كده دايما في المطارات تلاقي بيقيسوا درجه الحراره، لان اهم حاجه. وانس حصل برضو درجه الحراره كانت عاليه، بنبدا نحجز الشخص ده 14 يوم نطمن انه ما عندوش الفيروس اللي موجود. تاني حاجه ضوء الانفلونزا العاديه بقى، رشح، كحه، زكام، سعال، تعب وارهاق شديد في الجسم، وبعدين يخش على طول بالتهاب رئوي شديد، التهاب رئوي حاد وضيق شديد في التنفس، ثم فشل في جميع اعضاء الجسم، منها كمان الفشل الكلوي. واللي بيسبب الوفاه هو الفشل الكلوي واساسا الالتهاب الرئوي الحاد، الحاجتين الاساسيين اللي معروفين لحد دلوقتي في تسبب الوفاه في الشخص ده اللي مصاب بفيروس كورونا، هو الالتهاب الرئوي الحاد والفشل الكلوي. طيب طبعا ربنا يكفينا الشر جميعا يا رب. دلوقتي انا احنا في فصل الشتاء طبيعي. تمام. وفصل الشتاء بتكثر فيه امراض الجهاز التنفسي. حلو. سواء نزله شعبيه، سواء دور برد،
فحضرتك الاعراض اللي قلتها مشابهه جدا لنزله البرد او الانفلونزا العاديه اللي بتيجي لكل حد. انا كمواطن عادي هقدر افرق بين ده وبين ده ولا في اجراءات لازم باخدها؟ هو لحد دلوقتي كلمه السر في موضوع التفرقه بيننا كدكاتره هو البروجريشن. البروجريشن ده هو مدى تطور المرض. المرض ده بيجي لنا بحاجه بسيطه جدا لكن بيتطور بدرجه كبيره جدا. يعني وانس جالك المرض بعدها بيحصل حراره عاليه جدا، التهاب رئوي شديد، ضيق شديد في التنفس، تلاقيهم يقعوا فجاه. في تسارع في الاحداث بسرعه ورا بعض. بسرعه. زائد انه فتره الحضانه بتاعته 14 يوم وملوش بيك، هو بيوصل ل 14 يوم وبعد كده البروجنوزس بتاعه اللي هو فيري باد او نتيجه المرض بتاعته دايما بتبقى مش كويسه بدرجه كبيره، مع انهم دلوقتي بيقولوا انه نسبه وفيات المرض ده 2% بس. لكن مشكلته هو سرعه انتشاره. يعني هو المرض ده 2% من المصابين بيه بيتوفوا. لكن عشان زي الانفلونزا العاديه برضه، الانفلونزا العاديه معدل الوفيات قريبه من نسبه نفس الوفاه. نفس النسبه بالزبط تقريبا. بالظبط. اما فيروس الانفلونزا يبقى ده كل الفكره في الفيروس بتاع كورونا ان هو معدل التسارع بتاعه شديد جدا. فيروس شرس. ضرب على طول، مفيش شتيمه. بالظبط. فجاه الطفل، انا بتكلم على الاطفال عموما بما ان تخصصي اطفال، فجاه الطفل بيبقى عنده ارتفاع شديد في درجه الحراره، زكام عنيف، التهاب رئوي حاد، تعب شديد في الجسم، ارهاق، فشل في وظائف الجسم. طب انا عندي سؤال هنا في النقطه دي. تمام. قلنا ارتفاع شديد في درجه الحراره. كويس. الارتفاع الشديد في درجه الحراره ده لان برضو الاطفال لما بيجي لهم دور برد بيسخنوا، او التهاب في الحلقه او اللوز بيسخنوا. الحراره في مع فيروس كورونا ممكن بتنزل وترجع تطلع تاني ولا على طول مرتفعه ما بتنزلش؟ لحد دلوقتي بيقولوا ان هي مرتفعه. يعني بس هي بتنزل عن طريق الادويه خوافض الحراره، المخفضات. بالظبط. لانه علاج فيروس كورونا دلوقتي زي ما احنا عارفين مش موجود له علاج ثابت، لكن علاجه الاساسي هو علاج اعراضه ومضاعفاته. يعني عنده الطفل، عنده برضه انا هتكلم على الاطفال بما ان تخصص اطفال، الطفل عنده ارتفاع في درجه الحراره هديله علاج درجه الحراره، حصل التهاب رئوي هديله علاج الالتهاب الرئوي، هستخدم المضادات الحيويه الموجوده حاليا. لسه بيعملوا دلوقتي برضو ما قالوش بدرجه كبيره ان التامي فلو بيأثر ولا لا، لان التامي فلو كان كويس جدا على الاتش 1 ان 1 انفلونزا الطيور والخنازير اللي كانت جايه لنا برضو من الصين، اللي هم الاثنين اتش 1 ان 1 وانفلونزا الخنازير. فعلشان كده تأثير المرض بالنسبه للاطفال بيبقى متسارع جدا، على عكس الفيروس بتاع الانفلونزا العادي بقى. فيروس الانفلونزا العادي درجه حرارته بتبقى طفيفه، فتره حضانته من 2 ل 3 4 ايام، بيوصل بيك وبينزل. يعني حتى لو قعدنا من غير علاج نهائي ان فيروس الفيروسات عموما درجه حرارته الجسم بيقاوم لوحده. بالظبط. بالظبط. بيعدي دور. مع ان كتير من الامهات نقول له برضه استخدام مضاد حيوي في الفيروس بتاع الانفلونزا ليس له قيمه. تيجي الام في العياده، دكتور احمد انا عايزه مضاد حيوي، طب ابني عنده رشح. مالوش تاثير، المضاد الحيوي في الفيروسات عموما ملهاش تاثير. وحاليا بدا الوعي يبقى احسن بالنسبه للامهات، وفعلا بدا بعض الامهات تيجي العياده تقول لك يا دكتور احمد بلاش تكتب لي مضاد حيوي. ودي حاجه بتعجبنا وبتبسطنا جدا كدكاتره اطفال. بيبقوا عايزين ان ينموا مناعه الطفل طبيعي ان هو يقاوم المرض. ايوه بالظبط. ايوه بالظبط. ده حقيقي. بالظبط. طيب احنا كفايانا كده عن كورونا كلام. تمام. ادينا له شويه كويسين. عايزين بقى دلوقتي نتكلم، طبعا احنا الحمد لله رب العالمين احنا بعيد عن موضوع كورونا، ربنا يحفظ اولادنا ويحفظنا اجمعين يا رب. يا رب. عايزين نتكلم بقى شويه عن امراض الشتاء بالنسبه للاطفال. تمام. احنا مجرد ما بيجي دور فصل الشتاء بنبتدي نخاف. اول حاجه انا واحده عندي طفلين، ببقى كل الهاجس اللي عندي الفتره اللي هيمرضوها في الشتاء. بالظبط. ما بين بقى التهاب جيوب انفيه، وما بين هو كوليكشن كده يعني. احنا واخدين خلطه مع بعض. التهاب جيوب انفيه، نزله شعبيه، التهاب رئوي، حساسيه على الصدر. بالظبط. عايزين نمسك حاجه حاجه. كلمني الاول عن التهاب الجيوب الانفيه اللي بيجي للاولاد. تمام. هو مجملا الجهاز التنفسي الجميل بتاعنا ده محتاج مناعه. تمام. والمناعه بتاعته دي صحيح الجسم فيه مناعه، لكن طبيعي ان احنا نزود مناعه الاطفال عموما عشان يبقى مستقبل الشتاء كده بحاجه بصدر رحب قوي بقى ذو مناعه. أيوه. الحاجات دي بنديها بدري في 9 و10 و11. تبقى في بعض التطعيمات بتتاخد في 9 و10 و11. كانت ناقصه اليومين دول. يعني في 9 و10 و11 اللي فات التطعيمات كانت قليله شويه بتاعه الانفلونزا، علشان كده الموسم السنه دي بتاع الشتاء دايما حلو. حتى دكاتره الاطفال تلاقي الموسم عندها في شهر 10 و11 و12 السنه دي بالذات عن السنه اللي فاتت سيل من الحالات. حالات كتيره جدا كلهم عندهم انفلونزا ورشح وكحه. طب بدايه الجهاز التنفسي من اول الانف
الاطفال بيجي لها دور رشح، الرشح العادي يعني الانف ممكن يجي لها رشح وممكن يجي لها التهاب جيوب الانفيه زي ما حضرتك تفضلتي. الرشح ده دور انفلونزا ورشح عادي وعطس ورشح وكحه وخفيفه جدا. وده برضو علاجها دي كونجستنت العاديه، ده هو الرشح الخفيف جدا ولا نقرب للمضاد الحيوي. بالنسبه بقى لالتهاب الجيوب الانفيه ده يعني حاجه بتتعب جدا جدا الاطفال او الكبار حتى اللي عندهم جيوب انفيه في الشتاء. لان دايما طول فتره الشتاء مناخيره سايله، عنده مشكله في الانف على طول بيرشح وبيكح وصداع هنا وصداع في الجبهه اعلى. دايما الطفل يجي بارتفاع بسيط في درجه الحراره، في رشح كحه، دايما الام تيجي تقول الكحه الصبح بدري، الطفل يصحى يكح يكح لحد ما يرجع. ده بيبقى من ضمن الاعراض بتاعت التهاب الجيوب الانفيه. وده بيبقى علاجه حاجات بسيطه، طبعا ده ادويه الرشح الخفيفه، ده ممكن يحتاج مضاد حيوي زي ما احنا قلنا مضاد حيوي بسيط، زائد البخاخات الموجوده حاليا بتاعت الانف. وبخاخات الانف طبعا معظم الامهات بتقلق شويه من حوار البخاخات، لكن هي امنه جدا طالما الدكتور حاسبها بجرعتها على حسب جرعه الوزن الطفل بالظبط. هنرجع نقول تاني برضو هنا ان احنا يا جماعه بلاش تستقوا ثقافتكم من السوشيال ميديا بالزبط. بتطلع فجاه كده نلاقي هوس على الفيسبوك او على اي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي، بلاش البخاخات بتاعت الانف دي بتعمل كده، داخله من العياده كده، اوعى تكتب لي بخاخه بالظبط. انا بقابل الحاجات دي كتير. يا جماعه اللي الدكتور بيقوله بيبقى عارف، بس المهم ان احنا نمشي على الجرعه زي ما الدكتور بيحدد. طيب نكمل. بننزل بقى من الجهاز التنفسي كده على القصبه الهوائيه، انا هقول لك الحاجات الشائعه اللي بتصيب الاطفال في فتره الشتاء. مرورا بالحلق هنلاقي في اللوستين. دايما برضو بتيجي في فتره الشتاء عدوى بكتيريه او عدوى فيروسيه بتصيب الحلق، فبتعمل برضو احتقان شديد في الحلق وصعوبه شديده في البلع وترجيع صباحي برضو احيانا الطفل يرجع الصبح، ده لو كان اتكون صديد حوالين اللوستين ومعاها. دلوقتي بنتكلم في الجهاز التنفسي العلوي تحت، هما جزئين. بالظبط. حلو، احنا بنتكلم بقى في الجزء اللي فوق اللي هو بيبوظ الدنيا. ايوه بالظبط تمام. هو الجزء اللي فوق ده هو اكثرهم انتشار واقلهم خطوره. يعني ايا كان الاعراض اللي بتصيب الجهاز التنفسي العلوي، سواء كانت بتصيب الانف او الجيوب الانفيه او الحلق، تبقى حاجات بسيطه. الا في حاجه واحده اللي هي نازله دلوقتي، اللي هي بدات تنزل من الجهاز التنفسي العلوي للسفلي، اللي هي رابطه الاثنين اللي بيسموها الاسترايدور او الكروب. اللي هي بقى ايه الكروب ده؟ هي عباره عن كحه مصحوبه ببحه مشهوره جدا، اللي بيقولوا عليها سعال ديكي، قريبه من السعال الديكي. نفس كحه السعال الديكي بس مش نفس السبب. الكحه دي بتيجي دايما الساعه 12 بالليل، دايما تيجي الامهات بشكوى واحده، الواد نام كويس صحي في نص الليل بكحه مضبحه، صوته فيه بحه عنيفه. ودي بتبقى درجات، وعلى حسب درجتها بنشوف هنعالجها في البيت ولا هنعالجها في المستشفى. يعني ممكن اقول لها علاجك عندي في العياده هكتبه لك وتروح البيت، وممكن اقول لها لا انت لازم تروح المستشفى حالا. الدرجات، في الطفل بيبقى عنده كروب صوته، الصوت ده الكحه دي بتبقى موجوده وهو قاعد. اما يبذل مجهود يتحرك يلعب يعيط تبدا تظهر، ادي اول مرحله، دي اقل حاجه. المرحله الثانيه وهو مرتاح ما عندوش حاجه تبدا تظهر. الثالثة الطفل بيبقى مرتاح وعنده صوت الكحة ده أو البحة اللي موجودة دي ومعاها نفسه عالي، في ريتراكشن، طفل بيتنفس وبيشد النفس قوي زي ما يكون كده بياخد نفسه بصعوبة. المرحلة الرابعة هي الطفل بيبقى أزرق، يعني وصل درجة الكروب دي للزرقة في شكل الطفل. أول مرحلتين بيتخنق، الأكسجين مش واصل كويس، لأن أنت عندك الفيروس ده اللي بيصيب اللي بيعمل الكروب واللي بيجي دايما في منتصف الليل بيعمل بيأثر على الترقيه اللي هي القصبه الهوائيه والحنجره والبرونكاي اللي هي الشعب الهوائيه، بياخد الثلاثه يقفلهم مره واحده، فالواد بياخد نفسه بالعافيه، يعني الطفل ياخد نفسه بصعوبه. ده مجملا لو كان المرحله الاولى او الثانيه اللي هو بيجي له وهو قاعد مرتاح او بيجي له وهو بيجري، ده بتبقى حاجه بسيطه بنديها بعض الجلسات وبعض الادويه الخفيفه تروح في البيت والدنيا تبقى كويسه. جلسات اللي هي التنفس، جهاز التنفس اللي هي جلسات الاستنشاء. ودايما بياخد حاجات فيها سنه كورتيكوسترويد، برضو الامهات كتير بتقلق من جلسات الاستنشاء وتقول الطفل هيتعود على جلسه الاستنشاء يا دكتور والجهاز الجلسات وحرام، وكورتيزون ما بحبش ادخل جسم ابني. أيوة. الكورتيزون والكلام ده بالظبط، ودي حاجه مش صحيحه طبعا. الحاجات دي دايما دايما اقول ان الكورتيزون اللي بيأثر بدرجه كبيره على الاطفال واللي هو بيقلق معظم الامهات هو الكورتيزون اللي بيتحقن للطفل، اللي بيتاخد حقن على مدار طويل. على مدار طويل، وبيبقى الدكتور بتاعه مش حاسب جرعته بالظبط.
طول ما ابنك واخد الجرعه زي ما الدكتور بيقول والدكتور حاسبها مظبوط، ابنك هيبقى حلو على طول، والاعراض الجانبيه بتاعت اي دواء هياخدها مش هتظهر طالما الجرعه محسوبه مظبوط. ده بالنسبه للكروب اللي هو العادي المرتاح اللي هو درجه اولى وثانيه. الدرجه الثالثه الواد نفسه بيبقى عالي جدا، لازم يحتاج حجز في مستشفى لانه بيبقى محتاج اكسجين. طب احنا بنقول الثالثه والرابعه بقى. الثالثه والرابعه مع بعض. بيحتاجوا حجز في مستشفى لانه بيبقى محتاج اكسجين ضروري في الوقت ده، ومحتاج محاليل بدرجه كبيره، وحاجات بقى انتي فايرال عشان infection. نفتح بقى الحاجات اللي اتقفلت جوه دي بالزبط. سواء الشعب الهوائيه او القصبه او الحنجره، نحاول نصلح ده عن طريق الوريد محاليل. ايوه بالظبط. ولان وقتها ما بيبقاش قادر ياخد غذاء عموما، ما عرفش ياكل، ولو هو صغير ما عرفش يرضع، نفسي عالي جدا عمري ما هعرف ارضع، ولو امه حاولت ترضعه اللي هو الطفل الصغير بالنفس العالي بتاع الكروب ده، لو حاولت ترضعه هيشرق منها وهيخش منها في حاجه اسمها اسبيريشن نمونيا او الالتهاب الرئوي الناتج عن الشرقه دي. دخلنا في مشكله ثانيه كمان، موضوع ثاني خالص. بعد الكروب ده هننزل بقى على الشعب الهوائيه كده، احنا نازلين انا بقول واخدين الطريق واحده واحده بالظبط. يعني فهمت بسيط عن كل حاجه واشهر حاجات بتظهر فيه. بعدين بننزل على الشعب الهوائيه. الشعب الهوائيه ده اللي هي عباره عن النزله الشعبيه المتعارفه بين كل الامهات. ايوه معروفه جدا، معظم الامهات في الشتاء تروح للدكتور ابن عند ايه، ابنك عنده نزله شعبيه. اوقات الامهات بتشخص في البيت على فكره. ايوه بالظبط كتير بقى ده ابني عنده، انت رحت للدكتور؟ لا انا اصلا عارفه انه عنده نزله شعبيه. وبرده على حسب درجتها، في بعض الدرجات بتبدا هي النزله الشعبيه عموما بسيط ببساطه جدا، دور برد عادي جدا. الام للاسف اهملته بدرجه كبيره، كام يوم عدينا 4-5 ايام، عدينا فتره حضانه الانفلونزا العاديه اللي هو اللي هي فيروس، الفيروسات بتاعت الانفلونزا العاديه، نزل على الشعب الهوائيه بتاعت الطفل، سبب له كحه خفيفه مع الرشح اللي كان موجود، زادت الكحه بدرجه كبيره، دخله في النزله الشعبيه. النزله الشعبيه معناها ان الشعب الهوائيه بتاعت الطفل الفيروس اللي كان موجود فيها عمل فيها التهاب بدرجه كبيره، لدرجه ان الاكسجين او الهواء مش قادر يدخل بنفس الطريقه. نقدر نوصفها نقول هي زي ما تكون تضخمت شويه فبقت او مقفوله، ما بقتش تتنفس، ما بقاش يدخل فيها اكسجين. ايوه بالظبط كده. فبيبدا الشعب يبدا الاكسجين يقل. النزله الشعبيه دي النزله الشعبيه العاديه في الحساسيه او اللي هي البرونكيال ازمه او حساسيه الصدر اللي بتصيب الاطفال. هي عباره عن نزله شعبيه اقوى من دي بدرجه كبيره، بس بتصيب الاطفال عند التعرض لحاجات معينه، روائح واوقات معينه، عطور، بخور، سجاير، روائح فعلا اللي هي العطور والاتربه اللي موجوده، حتى لو ريحه دخان في الشارع عادي بالظبط. يعني حتى الدخان بيعمل نفس الاعراض دي، تلاقي فجاه الولد، تيجي الام برضو تقول لك يا دكتور احمد الولد عنده كحه بصفاره، الولد صدره مزيق، معناها انه عنده كحه، اللي هي الكحه بين الدكاتره بيسموها اللي هي ويزيشست، صدره فعلا مزيق، عنده كحه بصفاره بازيز كده، وده طبعا بيبقى لها علاقه ب التعرض الطفل بصفه دايمه لاب مثلا مدخن او ام دايما بتخرج ابنها بدري. دايما الحاجات دي خروج بدري جدا، دايما اقول للامهات في الشتاء طول ما انت حاجزه ابنك في البيت، احجزي ابنك في البيت احسن ما احجزه لك. طول ما انت حاطه ابنك في البيت ابنك كويس وهيبقى بدرجه كبيره كويس جدا. ان شاء الله. دكتور احمد سعيد كشك، انا محتاجه من حضرتك في عجاله نصيحه لكل ام. تمام. علشان نختم فقرتنا بنصيحه للامهات تعمل ايه مع اولادها علشان البرد وعشان الفتره دي تعدي. كويس. انا هقسمها لك ببساطه جدا. لو الام في البيت، لو احنا في البيت، اول حاجه خالص ان احنا تغسل الصابون، غسل الاسطح والارضيات بالكلور، حتى بيقولوا ان الكلور له علاقه جدا بانه بيقدر يساعد في منع انتشار فيروس كورونا. ابنها عنده واحد يعني التهويه الجيده في المنزل. لو انت عندك ابن تعبان، انت عندك طفلين ثلاثه وفيهم واحد تعبان، حاولي على قد ما تقدري تحطيه او تفصليه في اوضه لوحده. لبسيه ماسك، مش يعني مفيش منه ضرر، ما تلبس يعني الطفل يلبس ماسك، ده حاجه كويسه جدا بيمنع نقل العدوى للاطفال التانيين. طب لو هنخرج، مبدئيا خروج بدري وبالليل ممنوع نهائي. طب المدارس يا دكتور؟ هنخرج يعني في فتره التعب على الاقل. يعني في فتره التعب خروج بدري وبالليل ممنوع. دايما اقول للامهات هتخرجي ابنك الثلاث اربع ايام الجايين كانك ما جبتيش علاج، يعني كان روشته ما تصرفيش روشته. خلاص؟ فالخروج رقم واحد. تاني حاجة ارتداء الماسكات في الأماكن الزحمة، تجنب الأماكن الزحمة عموما. وارتداء الماسكات عند اللزوم. ده عشان برضه نحمي نفسنا من الإنفلونزا العادية ومن إنفلونزا الكورونا الاتنين مع بعض. سوائل. بالظبط، السوائل الكتير والمية كتير، شرب المية كتير،
الماسكات برضو في الاماكن الزحمه، عدم لمس الاسطح، تجنب كمان لمس الانف والفم لان دايما ممكن تكون الاسطح ملوثه وتنقل الكلام ده للانف والفم. دكتور احمد سعيد كشك اخصائي الاطفال وحديث الولاده، شكرا ليك نورتني. مشاهدينا اتمنى تكونوا استفدتوا من المعلومات اللي دكتور احمد سعيد قالها لنا، وربنا يحفظنا ويحفظ اولادنا جميعا. في نقطه تانية، بلاش نهمل في اولادنا نقول ده دور برد، هو جسمه هيقاوم وهيعدي، اصل دور البرد في الاخر بيقلب بكحه، هم يومين كحه وهيعدوا. الفيروس كل شويه بيتحور، بيقاوم العلاج اللي كان اخده قبل كده، فاحنا لازم اي حاجه نروح للدكتور ونستشير عشان نعرف ان احنا حامين ولادنا صح. ربنا يحمينا ويحمي اولادنا جميعا. فاصل صغير وراجعين لكم تاني، استنونا.